بتعملي كل ده؟ انت جعانه صح؟ ما تقعديش بقى تقولي ان انت جعانه، انا مش قادر. يلا ماما. انت مش كنت عايز تنزلي تجيبي الحاجه من تحت صح؟ يلا هننزل انا وهي نجيب حاجه من تحت ونيجي. انت كل الاكل حلو والاكل جميل. يلا. وايه الاكل جميل وحلو؟ ماله الاكل؟ ده انا بقالي 3 ساعات واقفه اعمله. حلو والله حلو. انت لسه مصدقه نفسك؟ امال هما بينزلوا ليه؟ السر عند مسعد النقيتي. عند مسعد النقيتي احلى توابل بيتي. مسعد النقيتي للعطار اصول. مسعد النقيتي خبره سنين. في المنصوره ميدان الشيخ حسنين اول شارع السلخانه، وفي القاهره الجيزه بولاق الدكرور شارع نهي العمومي. اهلا بيكم، وحشتوني جدا 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 من الحلقه اللي فاتت للنهارده. اخبار الصحه النفسيه بتاعتكم ايه؟ اوعوا حد ينكد عليكم ولا يضايقكم خالص، دايما صحتكم النفسيه عايزاها تبقى في السماء. طول ما نفسيتنا كويسه محدش يقدر ياثر علينا خالص بالسلب. دايما عايزاكم تشيعوا طاقه ايجابيه طول الوقت للناس اللي حواليكم. اضحكوا وابتسموا وخلوا الابتسامه عاده. حتى لو حد مضايقكم المفروض ده جواكم خلاص كاتمينه، بس دايما الابتسامه هي اللي طول الوقت ظاهره ليكم. اصحابكم في الشغل وانتم ماشيين بعربياتكم، في طريقكم بتودوا اولادكم للمدارس. طبعا احنا عندنا ازمه فظيعه، كلنا مرعوبين على اولادنا اليومين دول. يا رب احفظ مصر وكل المصريين جميعا، كلنا خايفين على اولادنا بسبب الكورونا. وفي ناس ابتدت تقعد اولادها من المدارس. طبعا عارفين ان في حالات موجوده كان في فتره كبيره مخبيين علينا، او ما كانش عندنا الاجهزه اللي بتقول ان احنا نكشف بيها المرض دوت. طبعا تفضلت مشكورة وزارة الصحة وسافرت الصين علشان تجيب لنا الأجهزة من هناك اللي بتكشف وتقول إن فيه فيروس ولا لا. حكاية الفيروس ده جات إزاي؟ إن كان فيه فيلم اتعمل من 2011 بيتكلم عن الفيروس. الفيروس دوت بدأ ينتشر في العالم، الناس كلها ابتدت تاخد حذرها من دولة الصين، ما بقتش خالص حد يسافر الصين ولا حد بنسمح بأي طيارات راجعة من الصين. في وقت قصير قوي المدن الكبيرة بدأت تمنع خالص الصينيين انهم يجوا. شوية طبعا الحاجات اللي بنستوردها هتبدأ تقل، لان اعداد كبيرة من الناس ابتدت تصاب بالفيروس. تمام، قبل ما هنتكلم عن الكورونا هنرحب بضيفتي الجميلة اللي موجودة معانا. مش قادرة اقول لكم ان الست فعلا بتعمل كل حاجة، زي ما في مهندسة وفي دكتورة وفي أستاذة جامعة، معانا كمان ست بميت راجل. زي ما ست بتركب المقطورة كده وتمشي طرق سريعة، معانا المعلمة حنان. يا حنان ازيك؟ عاملة ايه؟ منورانا النهاردة في الاستوديو. منورة بيكي. قوليلي، عارفة ان انت جزارة؟ تمام. بقالك قد ايه في المهنة؟ بقالي بتاع 20 سنة. ابا عن جدا؟ وجوزي واولادي. ما خفتيش خالص وانتي بتذبحي؟ لا لا لا، بالعكس، بابا سعيده جدا، بيجي عيد الضحيه بنبقى اسعد، نذبح في الشوارع للناس، لان احنا بياعين وتجار. فانا واولادي في نفس المهنه، اولادي بيذبحوا وانا بذبح وجوزي بيذبح وكلنا عادي، شيء عادي بالنسبه لنا يعني. سمعتي عن فيروس كورونا؟ سمعنا وبنتصل ببعضنا انا واولادي، وبنصلي وبندعي لمصر ان يحرسها من اي حاجه وحشه. امين يا رب، وباذن الله هتعدي ان شاء الله. امين يا رب، ان شاء الله هتعدي. بنتكلم عن كورونا، وبيقول ان هو فيروس زي الانفلونزا العاديه، بعطس، سعال، كحه، بينتقل عن طريق اللمس. علشان كده بنقول وبننبه على الكبار والصغيرين، بلاش نبوس بعض الفتره ديت، بلاش نحضن بعض خلاص. يعني طبعا عارفين ان احنا بنحب بعض كويس، بس يعني بشويش كفايه، احنا موجودين، باي باي من بعيد لبعيد. لازم نغسل ايدينا كويس طبعا، بعد اي اكل، بعد
بعد اي استعمال ادوات مطبخ بعد ما نرجع من المدرسه، مهم قوي ننبه على اولادنا ده، ولازم يخليهم كمان ياخدوا حذرهم ويعتبروا ان اي حد من اصحابهم لا قدر الله انه مصاب، علشان يتجنبوا ده، يسلموا عليه بس من بعيد لبعيد. هنقول اشمعنى تحديدا دولة الصين؟ علشان دولة الصين الجميلة بتفتخر انها بتاكل كل حاجة نية، بتفتخر انها بتاكل اي حاجة ماشية على الارض، بتفتخر انها بتاكل اي حاجة بتعوم في البحر، بتفتخر او بتعوم في المية عموما، بتفتخر ان هي بتاكل اي حاجة بتطير في السماء. طبعا احنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نهانا عن اكل كل ذي ناب من السباع، ونهانا ايضا عن اكل كل ذي مخلب من الطير. سبب التحريم ان اكل الانسان للحيوانات دي بتسبب الفيروسات، لما بناكلها نيه وزي ما هي كده الفيروس بينتقل للانسان، وده سر التحريم في قراننا الكريم، وان رسولنا الكريم قال لنا ابعدوا خالص ونهانا عن اكل الحيوانات نية. طبعا احنا عندنا كتير جدا من المحرمات، هم ما عندهمش اي محرمات في الاكل، بياكلوا الكلاب، بياكلوا الخفافيش، بياكلوا التعابين، بياكلوا كل الحيوانات دي. سألت الحقيقة مجموعة من العلماء ان ليه الفيروس انتشر بالسرعة دي، لان الاول كانوا بياكلوا الحيوانات بياكلوها وهي نية، اوكي مفيش مشكلة في الكلام ده، انما هم للأسف ياريتهم بيذبحوها، الكلاب بيبدأوا يخنقوها، الخفافيش بيسلخوها وينظفوها، بيشوها وهي صحية، كل ده تعذيب. لما بنعذب الحيوانات دي بيحصل لها ايه؟ اللحوم بتاعتها بتبقى مسممة، فلما بتبقى مسممة كان سهل قوي ان الفيروس بينتقل من حيوان لحيوان، لا دلوقتي بقى الفيروس بقى يتحور وينتقل من الحيوان للإنسان، ده سبب التعذيب. ففعلا فعلا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ايه رأيك في الكلام ده؟ صح. وبعدين الحيوانات ما بتتاكلش، يعني احنا بحكم مهنتنا كناش نلاقي حتة اللحمة اللي على مزاجنا بناكلهاش بحكم مهنتنا، يعني مش اي حاجة كمان مؤاخذة في البهايم بتتاكل يبقى لها طعم، لا في حاجات بيبقى لها اطعم وحاجات بتبقى احلى. واسمع كمان لما بنذبح بقره او عجل او كده لو الكبده بتاعتهم لونها مغير او كده بنبعدها ونستبعدها تماما، خلاص بتترمي. بتترمي. وبعدين في دكاتره بتكشف على الحاجات دي برضو، في دكاتره بتكشف على الحاجات دي، حاجه اللي مش كويسه بتترمي. قال بقى ان البني ادم اللي ما عندوش ضمير هو اللي ممكن يبيعها. تمام. ده طبعاً بيرجع للضمير طبعا. محلات الكبده والسجق ما شاء الله شغاله، الله ينور. ده شغاله يعني. شعب مصري بياكل. هو شعب مصري يعني. للاسف ان احنا ما شاء الله شعب اكيل يا جماعه يعني. انا اعرف محلات لحد دلوقتي واسمائها براندات معروفه، ساندوتش ب 9 جنيه وب 8 جنيه ومليان شطه وزي الفل، هدوقكم منه بعد ده، بس هو الغالي ثمنه فيه. تمام. هنكمل كمان عن الفيروس دوت، هنقول ان كل 100 سنه بيضرب الارض فيروس خطير. طبعا التواريخ دي اكيد مش جايه صدفه. عندنا 1720 ضرب مارسيليا الفرنسيه الطاعون وقتل اكتر من 100 شخص، بعدها 1820 ظهر الكوليرا وده ضرب اندونيسيا وتايلاند والفلبين وبرضه دمرت اكتر من 100,000 شخص. كمان 1920 كان في نمط شرير جدا من الانفلونزا هاجم العالم كله وكانت كارثه بشريه فظيعه كان ضحاياها 100 مليون شخص. طبيعي بحلول 2020 يظهر الكورونا. الكورونا اللي بتهدد العالم كله، بتهدد دول كتير بس اكترها دوله الصين. فالموضوع ان كل العلماء قالوا ان في الخفافيش، ان في التعابين، اتحاد الخفافيش مع التعابين مع الخنازير، ده كله تحور وظهر المرض علشان الحاجات دي بتتاكل نيه بالفيروسات بتاعتها فانتقلت للانسان. واخيرا فعلا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا رب يحفظ مصر ويحفظ ولادنا ولاد يا رب. كل المسلمين جميعا، كل البشرية حافظوا عليهم. إن شاء الله مش هيحصل لمصر حاجة، بس لازم ناخد احتياطاتنا، ناخد حذرنا. طبعا المستفيد الأول والوحيد من الكورونا شركات القفازات،
شركات الأدوية. شركة علي بابا باعت ب 80 مليون قفاز في شكل خيالي، طبعا كانت أعلى وعملت أسهم فظيعة اليومين اللي فاتوا دول. نطلع لفاصل ونكمل حلقتنا. لما بيكون حد عاوز عامل عتبه جديده سواء في محل سواء في بيت بيجيب عرسه ويدفنها صاحيه قدام باب البيت. بيقول لك ادفن عرسه صاحيه على عتبه البيت تجيب لك الرزق، مع ان هو الرزق بتاع ربنا يعني، بس دي امثال. طب شفتي حد بيدفن عرسه صاحيه قدام المحل شفت بتاعه؟ شفت، انا عملتها بجد. ودفنتيها صاحيه؟ دفنتها. عرفتي تمسكيها؟ عملت عشان المثل اللي سمحته ودفنتها. وبعد شويه دورتي على ذهب؟ مفيش ذهب جه، ده مثل، انما حقيقي مش حقيقي. طب بنتي بما انك جزاره، كنت جبتي جدي ولا معزه ولا بقره ودبحتيها على باب المحل؟ وبندبح لناس خرفان لا مؤاخذه كتير في الاعياد في المواسم، بندبح لهم خرفان عندنا ونقطعها لهم ونعبها لهم، ويجوا لا مؤاخذه بيدبحوا العجول عندنا برضو وبنقطعها ونعبها لهم. يعني مهنتنا ما فيش حاجه فيها يعني نقدر نقول عليها لا اي حاجه في المهنه. ان العرسه لما بيدفنوها في ناس بتاخدها جبروت بصراحه، بيربطوا ايديها ورجليها وهي صاحيه، ده ولا وقت ما لازم تقدري تمسكيها عشان هي بتتزفلط. لا هي ناعمه. هي ناعمه. بتتزفلط وناعمه، ولما بنشوف مزه حلوه كده بنقول جسمها عرس يعني. العرس كمان بتعدي جحور الفيران وبتاكل الفيران وبتاكل ديدان وبتاكل حاجات كتير، ويقال ان هي حراميه الذهب. حراميه الذهب بتسرق الذهب. بتسرق الذهب او الفضه او اي حاجه بتلمع. طب انا ممكن احط لها فويل، تفتكري هتاخده؟ لا لا لا، بتسرق الذهب. وما بتولدش غير على الذهب. فعلا هي العرسه مشهوره ان هي بتسرق الذهب. ده انا شخصيا بولد في المستشفى ما ولدتش على الذهب. طيب تعرفي ان الجريده بتاعت النخل، بينشفوها ويحطوها على باب المزارع علشان مفيش ولا فران ولا مفيش حاجه تخش تاكلها. لان الجريده بتبقى ايه، فيها زي شوك كده. فبيحطوها بينشفوها وبيحطوها على اساس ان مفيش حاجه تخش ولا ياكلوا الكتاكيت الصغيره ولا الارانب لسه مولوده. صح. ولا الكلام ده. صح. تمام. طيب هنطلع نشوف التقرير وراي الناس ايه ونرجع لكم تاني. لا ما بنقلش الخرافات. لا مش الخرافات يعني، مش هعذب حيوان عشان يجي لي رزق، مش منطق يعني. بيعدي من خرم ابره زي ما بيقولوا يعني كده، وصوتها فظيع وصعب قتلها يعني. لو اتضربت العرسه بحاجه او مثلا حاول الواحد يدوس عليها برجله ولا حاجه، صعب انها تموت بسهوله. لا انا سمعت ان هي بيقولوا يا مش بتعرف تطلع يا مش بتعرف تنزل، بس انا بشوفها بتطلع وبتنزل عادي على السلالم. ادفن عرس حي عشان يجي لي رزق؟ لا طبعا. ولا حتى ميته. الرزق بتاع ربنا طبعا دي نمره واحد. حد عمل كده، انا بتهيألي ان ربنا كده بيبارك له في الفحشاء اللي هو عملها. هيشرب بقى. اجيب عرسه وادفنها تحت بيتي؟ هجيبها منين اصلا؟ اجيب عرسه منين؟ لا انا عندي فوبيا، فانسى ان امسك عرسه. لا دي طبعا تخلف، الرزق بتاع ربنا مش بتاع العرسه. هقفل المحل خالص. مش عارف، اكيد مش عامل كده. لا طبعا لو فار ماشي يعني، لكن العرسه ليه؟ حرام تجري بسرعه. لا عرسه ولا فرحه، العرسه دي بتاعت ربنا، حاجه بايد الله. هدفن عرسه ليه؟ عشان اموت روحها عشان خاطر اكل العيش؟ تصدق؟ لا طبعا. لا يعني نهائي. دي انا في رايي خزعبلت. طبعا الواحد مش هيدفن روح ويرزق روح حيوان طبعا على اساس ان ده هيجي له الرزق، واذا كان الرزق هيجي بالطريقه دي يعني حرام. لا طبعا دي خرافه، ما اقدرش اامن بيها. الرزق بتاع ربنا يعني سبحانه وتعالى، ورزقه في السماء وما توعدون. بس شايفه ان الرزق بيجي بالسعي مش بالعرس. انا سمعت زمان ان هي خدت الساعه، يعني تاخد الساعه وتجري من تحت عاب الباب
وتهرب بالساعه وكده يعني. وبيتخبى فين عشان انا عايزه اوصل للمكان ده؟ لا ده بيزنس هايل بقى، احنا نجيبه نشتغل في الموضوع ده. نجيب كام عرسه ونربي بقى. عرس ايه اللي هتسرق ذهب وفضه وياقوت وبرجان وعلي بابا هيجي لنا هنا؟ لا طبعا كل ده يعني الناس بتتكلم اي كلام، لكن ما فيش فهم، ما فيش مصداقيه للكلام نفسه. نجيب ذهب والفضه لا 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 لا. ايوه عارفه حاجه زي كده، بس بتسرقها ازاي؟ الواحد بقى على كده لازم يربي عرسه. لا انا اعتقد العرسه لو دخلت البيت تخرب، يخرب البيت وليه تتطلق وتروح على بيت اهلها. لكن بتلم ذهب، هو ده بيتحط في الدولاب، العرسه هتطول الذهب من الدولاب ازاي؟ حتى العرسه مش سايبينها في حالها. هو بص لو حقيقي فاكيد انا هربي عرسه، يعني تسرق لي ذهب زي ما كان احمد زكي مربي قرد كان بيسرق له حاجات. لا لاني لا اؤمن بالخرافات. اوعوا تامنوا بالخرافات ولا الكلام المنتشر في كل حته. استنوني في برنامج سفيره السعاده يوم الاربعاء. ايه رايك في التقرير اللي معانا؟ راي الناس ايه في ال هو حقيقي ان رزق بالله فعلا مش بال ونعم بالله طبعا الحمد لله. انما قلت ان انا فعلا هموت روح. طب انت لو جبتي محل جديد تاني هتفكري تدفني عرسه؟ لا 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 عشان هي روح، عشان هي عشان روح، عشان هي روح. إيه اكيد خلاص هتنذبح حاجه تانية بقى ومش هنقرر ان احنا نذبح العرسه يعني. لا 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 نذبح لمؤاخذه معزه ناكلها. تمام نذبح حته خروف حلو. ايوه نبقى عجله حلوه. يعني في لحم كتير حلو غير اللحم ده، واحنا اللحم ده قلنا بتاع الصين. لا وفي ناس كمان بتقول لك ان هي لما على باب المحل لما بتجيب العرسه دي بتدفنها، بعد كام شهر بتفتح ويحفروا عشان يلاقوا ذهب. دي قناعه عند الناس كده، ده تخرفات وكده. لا 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 مفيش الكلام ده. وبالنسبه للحي الشعبي في الحاجات دي كتير بتمشي في الحواري كمان، بس قلت ان هي تدفنيها عشان رزق او عشان كده لا لا. تمام احكي لنا بقى شويه عن الجزاره، ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ ده مستحد، دي سكينه. ده مستحد ده تشغليه عشان تشتغلي. اشتغل بقى اشتغل. تشغليه كده عشان تشتغلي. تمام كده بتحمي السكينه شويه. تمام اللي احنا بنقول عليه مبرد يعني. لا ده مستحد غير المبرد. تمام المبرد حاجه تانية. احكي لنا على اغرب حاجه حصلت لك وانت بتذبحي. زي هل مثلا في ناس بتيجي تذبح وبيحصل كتير لناس كتير قوي في العيد ان ممكن اللي هم بيضحوا لازم هم يمشوا السكينه قبل مننا؟ اللي هم بيضحوا الحاجه دي العجل ده صاحبه لازم يمشي السكينه قبل الجزار عشان بيحلله، عشان ده ضحيه ودي حاجته، لازم هو اللي يمشي نمسكه احنا السكينه ان يمشيها. صدفتك ان في اضحيه وانت بتذبحيها قامت جريت منك؟ صدفتنا كتير كتير. بيبقى في لا مؤاخذه ذكر شقي فبيجري مننا، فبنعمل ايه عشان احنا نقدر ننيمه؟ ممكن نعرعبه في رجليه. بس ده مش حرام؟ معلش بس هو دلوقتي هيجري، ده هيجري مره راح البحر. هيجري هعمل ايه؟ انا لازم اوقعه. هي بتبقى حرام بس لازم اوقعه، بس اللي هو بتاع العيد الضحيه اللي الناس بتضحي بيه ما نقدرش نعمل فيه كده. لازم شقي بالشقي لازم نركب عليه لمؤاخذه انا وعيالي وجوزي ونقعد نذبحه، لازم يتذبح على السنه. انما لما بيكون بقى اللحم المغزى اللي بتعلق في المحلات ده بحاجه شقيه، ما هو هيروح البحر هروح ورا فين؟ لازم ان انا حتى اوقفه برجله وبعد كده هكمل هسمي واذبح برضه. تمام تعالي نشوف التقرير اللي معانا وبعدين نرجع لكم تاني. عصفورة عملت عليك بيبي بيجي لك كسوة، بس هي عملت كتير ما جاتش. بعض الأحيان بصراحة حصلت معايا كذا صدفة العصفورة عملت بيبي تاني يوم كان عندي طقم جديد ما عرفش ازاي. ده لو على كده هحلق تحت عصفورة عشان تعمل بيبي عليك عشان تكسي كل شوية. لما العصفورة بتشغل هي بتكسي؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. طبعا هتتكسي وش وهيجي لك لبس جديد وهتتروق. طبعا كل الكلام ده هكس. هو خليفة يعرف المهم. لا حبيبي كان بكسيش هو اتشل ده بس انا بقضي حياتي. لا بصراحة عمرها ما عملت عليا بيبي. من الواحد وهو طفل يعني وكده كان بيسمعها من جدته
وكان فعلا بيحصل ان العصفوره لما تعمل بيبي على جسم البني ادم او جسم الطفل وكده كان فعلا بيتكسر. عصرتها مع جدتي يعني وكده. لا الصراحه انا وبرده اللي انا بسمع ان هم بيقول لك هتتكسي، بس مش عارف ايه هتتكسي ده اصلا. لا ولا مره، انا بنفس البلطو ده بقالي اتنين شتاء يعني. والله انا دايما العصافير بتعملها على عربيتي وعليا هدايا كتير، بس ما بيحصلش شيء كويس او وحش. لا انا هم ما بتجيش. ما عملتش عليها قبل كده. عملت عليها ما بتجيش. لا هو في عصفوره عند من هنا جنبنا، في عصفوره كل ما يعدي حركني مش سايبانا كلنا وقصداء بتنشن، فانا تعالى خلفلف وتقوم مدياله الواحده بس. مش بتكسي. عمري ما اتكسيت، وكل مره العصفوره بتختارني انا من وسط اصحابي. ما عملتش عليا خالص الحمد لله. لا ما بتكسيش، بروح اغير. ما اعتقدش، لا ما اتكسيتش ولا مره في حياتي والله. كريم برضه خليفه هو اللي بيتكسي كل مره. فدي يمكن يكون مثل كوميدي شويه بس في نفس الوقت واقعي. هجمع العصافير كلها طبعا. دي حاجات من الخرافات اللي الواحد بيسمعها، يعني ان العصفوره لما او حماميه او اي حاجه تبقى هتتكسي. بفضل مستنيه وما بتكسيش برضو. ده انا على كده بقى هفضل واقفه تحت شجره عشان بقى يجي لي براندات كتير بقى. بس مش الشغل بيحصل لي مشاكل، فبس مش الشغل. ما اعرفش، تقريبا العصفوره. تقريبا العصفوره. زمان جدتي وجدتك وكده وجدي وجدك كانوا بيقولوا الكلام ده، اول ما يلاقوا البيبي بتاع العصفوره نزل على كتفك ما تزعلش، انت هتتكسر، هيجي لك حاجات جديده. اه طبعا هي خرافات. انا شخصيا لو كده هجيب دستة عصافير واجيب قناص كل شويه بقى ايه يعني يضرب العصفوره علشان العصفوره تعمل بيبي، وخصوصا بقى اجيب عصافير كتير قوي في الشتاء عشان البوتات والشنط والبنطلونات عشان لبس الشتاء كتير قوي غالي. يعني ايه رايك في الكلام ده؟ حصل لك قبل كده ان عصفوره او حمامه عملت بيقولوها الكلمه انما الكسه دي برضو يعني مش عشان العصفوره ولا حاجه، انت كده كده انت بتتكسي، في بتتكسي مفيش ما بتتكسيش. اه لو في فلوس بتتكسي. ده مش من العصفوره يعني. اه مش من العصفوره، بس احنا اتعودنا ان احنا نقول هو المثل برضو. اه هو يمكن المثل علشان ما يزعلوش يعني. عشان بيجي يعيط الطفل ايه العصفوره عملت عليا مش عارف ايه، هيجي لك لبس جديد، هيجي لك لبس جديد، معلش. وانت بتقولي ده؟ اه وانا بقوله لاحفادي وبقوله لنفسي برضو ساعات، يعني انا ممكن ابقى قاعده في الشغل والاقي العصفوره ما زعمت على كتفي، خلاص بقى هنتكسي، يقولوا يعني العصفوره الله مصبوها هنتكسي. ما صدفتش خالص ان انت فعلا اتكسيتي بعدها؟ لا صدفت فعلا، حقيقي صدفت. طب وقفوا يا جماعه تحت الشجر علشان كلنا نتكسي بقى وبراندات ونظبط الدنيا. صدفت صح، صدفت كذا مره. اكتر خناقه مع جوزك بما ان انت جزاره وهو جزار، رفعتوا على بعض سكاكين ومطاوي وحاجات كده؟ اتخانقنا كتير اه لان مهنتنا بتعصبنا شويه. اتخانقتوا بالصواتير قبل كده؟ اه اتخانقنا ورفعت الساطور في الشارع. ورفعت الساطور في الشارع. ما عورتوش بقى؟ اه انا ضربونا شويه بس، لا يعني ما توصلش للتعويره، بس رفعت لان ايدي خدت على رفع السكين. بتهوشيها؟ ده تهويش طبعا، امال هيهون عليا جوزي برضو ان انا. طب مش خايفه ان السلاح يطول في مره ولا لا حاجه؟ لا 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 لا، ببقى عارفه السلاح رايح فين. مش حاجه اسمها السلاح يطول، انا ببقى عارفه السلاح رايح فين. طيب عاده بنقول لو سمعنا خبر وحش او حلم وحش ايه اللي بيحصل؟ ما بيبقى حلم وحش بنقول خير من اللهم اجعله خير، اما بيبقى خبر وحش بنقول استرها يا رب. اه وفي ناس تقول لك طف من بقك. اه استرها يا رب وطف من بقك. استرها يا رب. ده اللي بيتقال كتير. بس لما كمان بنسمع حلم وحش بنبصق على كتفنا الشمال واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بنرضاش تحكي الحلم. اه وخير ما جعله خير وما بنرضاش نحكيه علشان ما يتفسرش. عشان ما يتفسرش. انما لو حلم حلو بنقول نحكيه علشان حلم حلو بنحكيه يتحقق، انما لو حلم وحش بنخاف ونقول علشان. طيب كمان في عندنا شرب الميه، لو ضيف جالنا وبنحبه قوي بنشرب اقول له خد اشرب عشان يجري ورانا. لو هيشرب من نفس الكوبايه اقول له اشرب بقى عشان تجري ورايا. انت قلتي لي ان الشرب ده محبه. محبه اه محبه، ما انا هشرب مكانك يبقى بحبك. انما في انا ما بحب اشرب من كوبايه لوحدي، ان انا على كده مصر كلها تجري ورايا. طبعا بشرب واسيب الكوبايه. انت عسوله كله هيجري وراك. ربنا يخليك. انت عسوله يا مدام رحاب. تمام، مبسوطه جدا جدا ان كنت معاكي النهارده، وهسالك على اخر
عادة معانا ان ليه الناس بتحب تشرب من مية الحنفية اللي في المطبخ وما بترضاش تشرب من مية الحمام مع ان الماسورة واحدة؟ هي الماسورة واحدة بس الفرق ان هي في حمام، النفس بقى مش قبلها، انما حنفية المطبخ في المطبخ اشرب عادي لاني شايفة حاجات حلوة في المطبخ، انما الحمام مش هقدر اشرب فيه، ما ينفعش. مبسوطة جدا جدا ان انت كنتي معايا النهاردة ونورتيني. انا اللي مبسوطة بيكي جدا جدا. اشوفك في حلقات تانية كتير يا رب. بإذن الله. شكرا نورتيني. نطلع لفاصل ونرجع لكم. جاوزي قلت لي قلب مامي، اما انا بقى النهارده عمالك عشاء. انما ايه هتاكلي صوابعك ورا؟ مش حضرتك كنت عايز تنزل تجيب ال انا كنت عايز انزل اجيب ال، بصي انا وهي هننزل نجيب ال وانت كلي ال. ها يلا لا انت لسه بتسالي ليه؟ ما قلنا لك السر عند مصعد النقيطي. عند مصعد النقيطي احلى توابل بيتي. مصعد النقيطي للعطار اصولي. مصعد النقيطي خبره سنين. في المنصوره ميدان الشيخ حسنين اول شارع السلخانه، وفي القاهرة الجيزة بولاق الدكرور شارع نهي العموم. مصعد النقيطي خبرة سنين. في المنصورة ميدان الشيخ حسنين أول شارع السلخانة، وفي القاهرة الجيزة بولاق الدكرور شارع نهي العموم. مصعد. هنتكلم عن أغرب العادات اللي موجودة في بلاد كتير. البلد اللي معانا النهاردة هي سويسرا. سويسرا فيها عادات وتقاليد كتير جدا، فيها أربع لغات، فرنساوي إيطالي ألماني ولغة رابعة رومانتش. كل دولة علشان حدود الدولة اللي جنبها بتتكلم بنفس اللغة. أشهر حاجة بتميز سويسرا طبعا جبال الألب. الجو هناك رائع جدا، فيها عادات وتقاليد كتير جدا. أول حاجة إن الأطفال عندهم بيأكلوا الحلويات يوم واحد في الأسبوع. شايفين ثقافة؟ مش علشان هم مستخسرين فيهم، لا طبعا، علشان هم خايفين على صحتهم، علشان السمنة والأطفال ما تتخنش، علشان سنانهم ما تسوس. يوم واحد بس اللي مسموح للأطفال هناك يأكلوا الحلويات علشان ما يتخنوش. نشوف التقرير اللي معمول في سويسرا وبعدين نرجع لكم تاني نكمل حلقتنا. دولة في قلب أوروبا بتكلم أربع لغات، ألمانية، فرنسية، إيطالية ورومانشية. اتعرفت ولا لسه؟ طيب ليها خمس حدود في خمس دول، منها فرنسا، إيطاليا، والنمسا، وكمان دولة، وألمانيا. صعبة شوية؟ طيب نسهلها؟ أعتقد سهلت جدا. جبال الألب، سويسرا. النهاردة هنتكلم رحلتنا كلها هتبقى النهاردة على سويسرا. يلا بينا استمتع بالحلقة. سويسرا مش بتكلم بس لغة واحدة، بتكلم أربع لغات وعندها ثقافة واحدة وعندها كذا ثقافة. تعالي اسأل إيمي تعرفي إيه عن سويسرا غير جبال الألب. الناس كلها عارفة إن سويسرا عن جبال الألب. جبال الألب اللي راح نروحه كمان شوية تانية. طيب تعالي نرجع نقول نشوف إيه الدول أو إيه المدن اللي بتكلم ألماني وفرنسي وإيطالي ورومانسي. في شمال، شمال سويسرا بيكلموا إيه؟ بيكلموا ألماني. كوتن تاك. وفي الجنوب بيكلموا إيطالي لأن في حدود بينه وبين إيطاليا. وفي الغرب بيكلموا فرنساوي. وفي الغرب بيكلموا فرنساوي. ومن الشرق فيها النمسا. اللغة السائدة هنا في سويسرا هي اللغة الألمانية، بس في مدينة اسمها جنيف دي العاصمة السويسرية بتكلم فرنساوي.
تعتبر جنيف ومدينة تانية اسمها زوريخ من أفضل مدن العالم بالحسب المستوى والجودة في المعيشة. طبعا هي أكبر دخل في العالم للشخص هي سويسرا، وبالرغم ان هي مش من ضمن الاتحاد الاوروبي بس اقتصادها من اقوى اقتصاد العالم، هي رقم المركز 19. وعدد سكان سويسرا 8.5 مليون تقريبا. سويسرا فيها حوالي 1500 بحيره، منها 20 عين المياه المعدنيه. وسويسرا عندها تقريبا من مياه اوروبا 6% مياه معدنيه. تعالوا شوفوا المنظر اللي ورانا ده. العاصمة السويسرية، وهي معروفة مدينة السلام عشان فيها مقر الصليب الأحمر، وفيها منظمات كتير زي منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان والتجارة العالمية وغيرها، والاتفاقات اللي بتطلع من هنا. وزي ما اتكلمنا عن سويسرا والحاجات اللي شفناها جميلة، هكون دايما معاكم من أوروبا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، من أي مكان في أوروبا هنتكلم عن العادات والتقاليد والثقافة والخرافات، حتى الخرافات العربية اللي وصلت ليهم هتكلم عليهم، والحاجات المهمة في حياتهم اليومية والاختلافات بيننا وبينهم هنعرفها برضو معانا. تابعونا من أوروبا، نور ندى، برنامج سفيرة السعادة. شكرا نور ندى، مراسلتنا في سويسرا، متشكرة جدا على تقريرك الجميل وعلى جبال ألب وعلى مدينة سويسرا. بنتكلم عن أغرب العادات والتقاليد اللي موجودة في سويسرا. في سويسرا كل يوم العربيات بتشغل نورها صبح وبالليل لأربع فصول، إحنا عندنا بنشغلها بالليل بس، ولو حد شاف حد مشغل عربية الصبح نورها بنكلكس له بيب بيب لو سمحت اطفي نورك. مش عارفين ده علشان احنا الشمس عندنا حلوه جدا فبنوفر في الطاقه وبنوفر في بطاريه العربيه، ولا تعودنا على كده ان احنا ما نشغلش النور غير بالليل. عندهم حاجه حلوه جدا انا شخصيا بحبها، عندهم على قناه من قنوات الراديو زي الاف عندنا كده، القناه الاساسيه عندهم بيشغلوا عليها امواج البحر للاستمتاع. اللي حابب يسترخي وينام ويعمل ريلاكسيشن ينام جدا وهو مبسوط وكان البحر صوته شغال جنبه. الله على الهدوء، حد اصلا في مصر فكر فينا بالطريقه دي؟ يا دوب الوقت اللي بنحب نروحه على البحر بنقعد شويه صغيره جدا قدام البحر، بنطلع طاقه سلبيه وبنمشي ونستنى من السنه للسنه علشان نروح نصيف ونستمتع بالبحر. عندهم كمان كل يوم الساعة 10 بالليل بيفتحوا الشبابيك ويصوتوا. أيوة يصوتوا، يصوتوا ويصرخوا ويطلعوا كل الطاقة السلبية اللي عندهم ساعة كاملة. اللي بيقول آه، اللي بيقول لا، اللي بيقول آه يا حنان، كل حد بيقول بالطريقة اللي هو عاوزه. بعد ما بيحصل ده بيهدوا جدا وتمام وبيناموا في قمة الاسترخاء علشان صوتوا وطلعوا كل الطاقة السلبية اللي عندهم. عندهم سن الجواز فوق ال 18 سنة، مش أقل من كده خالص، مش زي عندنا طبعا في الأرياف من أول 9 سنين بنبدأ نجوز البنات، ده مش صح خالص. عندهم كمان اللي يتجوز بأجنبية من سويسرا ده بيقلل معدل الطلاق. وكمان طبعا الناس بتسعى انها تتجوز من سويسرا لان جواز السويسري والجنسيه السويسريه، الجواز السويسري من اقوى الجوازات في العالم. لو عايز تعيش في سويسرا لازم تتبرع بربع ثروتك. برغم كل الحياه المتوفره في سويسرا لانهم اعلى دخل في العالم، الا للاسف ان هي اكبر دوله فيها نسبه انتحار في العالم. الشاب اول ما بيتخرج من الجامعه بيدوله مفتاحين، مفتاح الشقه ومفتاح العربيه. طبعا احنا هنا بنشقى وبنتعب وبيطلع عينيهم لحد ما يفكر الشاب يتجوز، يا دوب على ما بيتجوز بيكون خلاص لا قرب ينتحر لا بيكون خلاص هوب بعد سنتين ثلاثه قرب يبقى جد. هناك علشان الحياه مريحه جدا
وكل حاجة متوفرة، نسبة الانتحار عالية جدا. طبعا ده علشان الإسلام مش منتشر كتير، طبعا في جنسيات كتير مختلفة، كل حاجة متيسرة. يمكن هنا التعب والكفاح والجد والاجتهاد بيفرق، فبتحس ان انت بتوصل للحاجة والهدفك بعد وقت كتير، فمش محتاج خالص ان انت تنتحر. انما تقريبا كتر الرفاهية بيخليكم كل حاجة متاحة ومباحة، فاحنا بننتحر على طول. علشان كده دايما بنربي عند ولادنا ان مش كل حاجة متاحة نجيبها لهم، لازم يبقى فيه كلمة لا. مش هنقول عشان اوعى تقولوا لا علشان لا خالص، بس مش كل حاجه متاحه، لازم يتعبوا، لازم يحسوا بالتعب، لازم يحسوا بقيمه القرش اللي جاي لهم، لازم يحسوا بابا وماما بيتعبوا قد ايه علشان يوفروا ده، علشان لما يكبروا يبقوا حاسين بالنعمه اللي هم فيها، قد ايه تعبوا علشان يوصلوا لها. مش كل حاجه متاحه بالسهوله واليسر ده، فبالنسبه لهم هم هيتعبوا عشان ايه؟ فخلاص انا الحياه بالنسبه لي عملت كل حاجه وكل حاجه حواليا، فلا الكلام ده مش صح خالص. بنتكلم كمان، هنرجع تاني هنقول ان احنا لازم نخلي بالنا من صحتنا، نخلي بالنا من الجو بتاعنا. اليومين دول فاضل بالظبط 20 يوم، عارفة ان ناس كتير جدا منعت ولادها انها تروح المدارس، 20 يوم فقط والجو هيبدأ يتحسن والشمس هتطلع. الفيروس بيموت مع الشمس العالية ودرجة الحرارة العالية، ما تخافوش على ولادكم، حافظوا عليهم من البرد. فيتامين سي طول الوقت في الفترة ديت، نقطع شرايح الليمون ونحطها في مية بتغلي علشان تتحول لعصير ليمون وتبقى مادة قلوية، فدوت بتمنع أي إصابة بالمرض إن شاء الله. كنت مبسوطة أن أنا معيكم النهاردة من سفيرة السعادة رحاب سمير. كمان بنتكلم عن العادات اللي موجودة في دول العالم. في ناس كتير بتحب تضحك كتير كتير كتير، فإحنا في مصر بنقول يا رب خير اللهم اجعله خير، من كتر ما احنا متوترين نفسيا وتعبانين نفسيا بنخاف لا يحصل حاجة وحشة لا قدر الله. دول العالم بيعملوا هستيريا الضحك، وبالنسبة لهم ان الضحك ده عدوى، بيفضلوا يضحكوا 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 وعاملين ايام معينة فقط للضحك فقط. لما بشوف غيري بيضحك ببدأ انقل العدوى للمكتئب التاني، بنفضل نضحك نضحك نضحك، فده بيخرج كل الطاقة السلبية اللي عندنا. كمان في مصر في حاجة لطيفة جدا، ان احنا لما بنشوف بيبي صغير 4 5 سنين بنبدأ نبدل في الأسنان اللبنية، فبناخد السنة بتاعتنا ويلا نقول يا شمس يا شموسة خدي سنة الياموسة وهاتي سنة العروسة، ولازم نرميها في الشمس علشان نتبدل بسنة تانية أحلى وأحسن. طبعا الكلام ده اتعودنا عليه بس ملوش أي أساس من الصحة، عشان احنا لو ما رميناهاش في الشمس هي برضو السنة هتطلع. على فكرة بجد أنا شخصيا ولادي انا ما برميش سنانهم في الشمس، بجمعهم كده مش عارفه مش عارفه ليه يعني، بس بجمعهم الحمد لله سنان بتطلع وكله تمام. عندنا حاجات كتير جدا اتعودنا عليها وبنفضل نعملها وبنقولها لاولادنا وهم طول الوقت بيرددوا ده. اهم حاجه ان احنا نستفيد من الشمس علشان فيتامين دي، لازم يتعرضوا للشمس طول الوقت. بلاش نقعدهم في البيت ونقول ان احنا خايفين من الفيروس، بعد شوية خلاص رمضان داخل والامتحانات كده كده هيقعدوا، انما لازم ينزلوا علشان وهم رايحين لمدارسهم بتبقى الشمس طالعة فيتعرضوا شوية للشمس. طول ما هم قاعدين في البيت ومقفولين عليهم نقص فيتامين دي، عظمنا هيبقى هش شوية وهيجي لنا هشاشة عظام، لازم نتعرض للشمس وننقل لهم الثقافة دي. كمان فيتامين د ما بيتنقلش للشمس، بيتنقل للجلد بتاعنا ما يكونش فيه خالص هدوم، الأجانب بيستغلوا الشمس بتاعتنا صح جدا. احنا مش هنقدر نعمل ده طول الوقت، انما هنقول ده للأجيال اللي طالعة فرصة هم على البسين موجودين، بقلل الملابس بالمايو يطلعوا ويتكلموا ويقعدوا في الشمس وتمام علشان يستفيدوا من فيتامين د.
شد يخش في جسمهم ما يبقاش عندهم نقص منه، سنانهم تطلع كويسة، شعرهم بشرتهم هيفرق معاهم، هيبدأوا ينقلوا الثقافات ديت لما يكبروا يبقى عندهم بيبي، هيبدأوا يلفوا بيه في الشمس ويستفيدوا. كنا عارفين الأول ان احنا كنا بنستفيد من الشمس من الساعة 10 صباحا او وقت الشروق خالص لحد 10 صباحا عشان الجو بيبقى الشمس هادية والشمس جميلة وبنستفيد بيها في الوقت ده او بعد العصر. دلوقتي لا، طول الوقت الشمس موجودة وفيتامين د متاح. من كتر ما الناس بقى عندها نقص في فيتامين د، فاحنا من ساعة ما بنصحى من الشروق الصبح لحد المغرب اي وقت من الوقت ده لازم نتعرض للشمس. حتى لو يعني دلوقتي كمان الجو كويس، في الصيف ممكن نحط طاقية نمشي بشمسية، بس المهم ان احنا نتعرض للشمس. واقفين في بلكونة، واقفين في نادي، ماشيين بعربياتنا نشمر ونطلع دراعنا بره، لازم نستفيد من الشمس. مش بس الاجانب هي اللي جاية من بره علشان تستفيد من شمسنا، لا، احنا لازم نستغل مصر ونستفيد من كل خيراتها وكل حاجة ربنا ادهلها. الناس بتيجي من مختلف الدول علشان بس حلاوة شمسنا وخفة دمنا، فمن باب أولى ان احنا كمصريين نستفيد من شمسنا جدا جدا جدا. كمان نستفيد من المية بتاعتنا، لازم نعود ولادنا ان احنا طول ما مستمتعين في اي باخرة في النيل بلاش نرمي حاجة في المية، علشان احنا المية دي بنشربها مهما اتعالجت ومهما اتفلترت. خلوا بالكم جدا كمان من صحتكم النفسية الكويسة. فعلا زي ما بدأت الحلقة وقلت، اوعى حد يزعلكم او ينكد عليكم، مفيش اي بني ادم في الدنيا يستاهل ان احنا نزعل علشانه، لان الزعل ده في الاخر بيسبب لنا امراض كتير وبيخلي نفسيتنا وحشة جدا. النفسية الحلوة والمعنوية الحلوة بتدمر اي فيروس واي مرض. لو نفسيتنا وحشة دوت بنبقى عرضة لاي مرض، لان اي فيروس بيخش جسمنا ده بيبقى مرض مناعي، وطول ما مناعتنا قليلة طول ما احنا عرضة للامراض اكتر. طول ما نفسيتنا ومعنوياتنا ومناعتنا كويسة جدا بنبقى شوية نقدر نهاجم المرض. ناكل كويس، فاكهة خضار، نقول لأولادنا ده طول الوقت، طبعا برتقان واستفندي احنا الموسم بتاعه، الليمون ده حاجة عظيمة وحاجة مهمة جدا. يا رب يحفظ مصر ويحفظ ولادنا. كنت مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة من برنامجكم سفيرة السعادة رحاب سمير. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية بمعلومات وتقاليد غريبة من كل انحاء العالم. ألف هنا وشفا. قولي يا حبيبتي، قولي يا فندم، مش عارفه تاكلي في حياتك، قولي، ما هو ده الطعم. قلت لي بقى انت كل يوم تسيب البيت، انت والمسخوطه دي بتيجي تاكل عند امك. اه اكل عند امي. اكل عند امي. اخرسي. نفسي اعرف، نفسي اعرف يا حماتي ايه سر اللي في اكلك ومش موجود في اكل. عشان انت خيبانه، ما بتجيبيش عطارتك من عند النقيط. قصدك مسعد النقيطي العطار؟ اه مستعد النقيط العطار. لا يا حماتي طلعت منك قوي، ده انا بجيب من عنده كل حاجه، زيت الشعر، المكياج بتاعي، صابون الوش، وكمان زيت الجسم وصابون الجسم كمان. بس اه بس ده عنده خلطه المحشي وخلطه الرز بالزعفران واليانسون والكمون والبهارات، وكمان المغذى المكسرات، وايه البن، احلى فنجان قهوه تشربيه من عنده.
واقول لك على حاجه، ارخص الاسعار. قلتي لي بقى على السر. طب ادوق بقى يا حماتي. طب ايه، مش هننزل؟ لا يا عنيا، انا قاعده عند امك. شفت سر الخلطه دي؟ اكبر خلطه. عند مسعد اللقيتي احلى توابل بيتي. مسعد اللقيتي خبرة سنين. مسعد اللقيتي للعطار اصول. في المنصوره ميدان الشيخ حسنين اول شارع السلخانه، وفي القاهره الجيزه بولاق الدكرور شارع نهي العموم.